كان عندي حلم والله وانا رايح اتفرج على ماتش المغرب وبوركينا فاسو، كان نفسي كده ان انا الاقي سيد وحيد خليلوفيتش مكمل بال5-3-2. اه والله كان نفسي، وكان نفسي كمان ان هو يلعب بنفس التشكيله اللي لعب بيها مباراه غانا. كان نفسي والله ان الراجل يبقى في حاجه مستقره نوعا ما جوه الملعب، بحيث لما تطلع تقول للاعلام والميديا ان انا لعبت ماتشين بتشكيل ثابت وتغييراتي محدوده وفي شكل تكتيكي ورسمه تكتيكيه للمنتخب، هيقول لك يابا انت كده برنس وكده عداك العيب وازح ومنتخبنا بقى ليه شكل وليه ملامح. بس مع الاسف الشديد يعني كالعاده يعني في مباراه منتخب المغرب قلبت على الماتش لقيت ان المغرب مش بتلعب بال5-2-3، وكمان في لعيبه كتير مش موجوده جوه الملعب. يعني مثلا ايوب العملود مش موجود جوه الملعب، سليم امال الله مش موجود جوه الملعب، منير حداني مش موجود جوه الملعب، طب حتى ياسين بونو حتى ياسين بونو كان مش موجود جوه الملعب. لقيت الراجل بقى بسم الله ما شاء الله النهارده بقى قرر ان هو محتاج يلعب بال4-3-3. قال لك ال4-3-3 كويس يا جماعه وعندنا ثبات في التشكيل، في اشرف حكيم مكمل جوه الملعب، في كمان عادل طهرابت جوه الملعب، في حكيم زياش جوه الملعب، ويوسف النصير. بص يا جماعه انا لعبت لكم ثلاثه من اللي كانوا موجودين الماتش اللي فات، ده ثبات واستقرار وما يمشيش معاكم يا جماعه معلش يعني يمشي ولا ما يمشيش. يقول لك لا اهم حاجه الراجل طالع كسبان، يابا انت كنت طالع كسبان بوركينا فاسو 1-0 اساسا، يعني انت بتتكلم في ايه؟ وجايب جون في الدقيقه 51 وما عرفتش تضمن وتجيب الثاني، انت بتهرج يا صاحبي معلش يعني انت معاك منتخب تنانين، بس المشكله بالنسبه لك انك ما معكش مدير فني قادر ان هو يروض التنانين دي، ولا عارف كويس ان هو يثبت على تشكيله علشان خاطر اللعيبه حرفيا ما بقتش فاهم اي حاجه. اللي هو انت لما بتيجي تلعب طور الالتيميت تيم في فيفا، لو انت جديد على الالتيميت تيم بتلاقي ان في مشكله ان اللعيبه اللي انت بتشتريها بتحتاج 3 4 ماتشات علشان خاطر تنسجم مع الفريق، وتلاقي الكيمستري بتاعك كده بدا يعلى وبديت تروح للتسعينات والثمانينات، انما وانت بتشتري كل نجوم العالم وتحطهم في التشكيله بتاعتك بتلاقي ان والله الكيمستري بتاعك حاجه و70. ده معناه ايه؟ ان حتى في الفيفا والالعاب الواقعيه اللعيبه بيحتاجوا ان هم ينسجموا مع بعض، ما بالك انت فريق واقعي وحقيقي وعناصره بتتغير. المنتخب المغربي وده مزعل الجمهور المغربي، الناس نفسها ان هي نجمع فريق ونحاول ان احنا نشتغل عليه ونحاول نشتغل على طريقه لعب ثابته علشان خاطر نحاول نطور، علشان خاطر منتخب المغرب بيمتلك عناصر مهمه جدا وعناصر مميزه كتير، ومحتاجين ان احنا الاعلام ما يضغطش على المدرب علشان اللعيب الفلاني ما لعبش واللعيب العلاني ما لعبش، نسيب المدرب يشتغل شغله. بس المشكله ما سيبنا المدرب يشتغل شغله الراجل ماشي بما يرضي الاعلام، اللي هو الاعلام عايز نلعب كل لعيبه، تمام انا العب كل لعيبه علشان خاطر ما اظلمش لعيب وادي فرصته كل لعيب، بس وانا بعمل الفيلم ده علشان خاطر ارض الاعلام بلاقي ان الفرقه بتاعتي وقعت ونهارت، علشان خاطر زي ما قلت لك مش شغالين على رؤيه واضحه ولا شغالين على تناغم وكيمستري ما بين الفريق كبعضه. فانت بالنسبه لك ما بتفهمش اي حاجه من ليه المعسكرات دي معموله، وتقول والله صدق حسام البدري فيما فعله انه ما عملش معسكر ولا تعب اللعيبه وجم، احنا عندنا شكل ثابت هننزل نلعب 4-2-3-1 عارفين التشكيله بتاعتنا عامله ازاي. في غيرنا منتخب مميز جدا بلعيبه مميزه جدا 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 بيتمناها اي مدير فني، ومع ذلك بيقول ان هم ما عندهمش شكل ثابت ولا عندهم طريقه يلعبوا بيها، ودي حاجه بتزعل جدا علشان خاطر منتخب المغرب والمغاربه يستحقوا ان هم يكون عندهم منتخب قوي جدا بالعناصر اللي موجوده دي. حرام ان انت تلعب النهارده قدام بوركينا فاسو وتبقى طالع كسبان 1-0 بس بالعافيه، لان ده ظلم 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 لاي حد يحب عالم كره القدم وبيحب لعيبه المغرب المميزين جدا، اللي فيهم واحد عالمي زي اشرف حكيمي، وكمان واحد عالمي برضه زي حكيم زياش، ومش واحد بس عالمي لا، هي ال11 لعيبه عالميين، وكمان 11 موجودين على الدكه عالميين، وكمان اشرف بن شرقي عالمي، وبدر بنون على كل لعيبه المغاربه عالميين. بس الفكره كلها ان انت محتاج تعمل بس 11 مع 11 لاعب مع بعض يمثلوا فريق المغرب ويمثلوا منتخب المغرب، والمغرب بيعاني في حته اللي كان بيعاني منها المنتخب الانجليزي، ان العناصر المميزه كتير جدا بس المدير الفني سيء ومش قادر ان هو يخليهم كمنظومه جماعيه واحده. انجلترا قدرت ان هي تتخطى الخطوه دي مع جاريث ساوث جيت اللي قدر ان هو يجمع منظومه كلها مع بعض، برغم انه مش مدير فني قوي فنيا او تكتيكيا بدرجه عاليه، بس الراجل على الاقل قدر يوحدهم تحت حته ان احنا نلعب لرايه المنتخب الانجليزي. فاتمنى ان المنتخب المغربي يدور على فكره ان احنا محتاجين مدرب وطني بجد، علشان خاطر الفكره دي هي دلوقتي اللي بقت شغاله مع اللعيبه اللي هم عندهم افكار ان احنا جايين من بره نتدلع لنا في معسكرين ثلاثه. طبعا المنتخب لا، انت محتاج مدير فني محلي مغربي راجل عارف كويس قوي يعني ايه فانيله وتيشيرت منتخب المغرب، علشان خاطر يعرف يوصل المسج ده للعيبه، علشان خاطر ده الحل الوحيد اللي ممكن ينجح مع لعيبه المنتخب المغربي الحالي. ده معناه ايه؟ ان انا بقول لك ان تجربه وحيد خليلوفيتش دي عباره عن بيك بلح كبير جدا، وما تنتظرش منها اي حاجه تماما، ان وحيد خليلوفيتش يقدر ان هو يعمل منتخب قوي من منتخب المغرب، علشان خاطر الراجل ده لو قعد 3 4 سنين مش هيعمل برضه منتخب مغربي، لان الراجل ده بيخاف من الاعلام والراجل ده بيخاف من اللعيبه الكبيره جوه جوه المنتخب المغربي، علشان كده عمره ما يعمل اي حاجه زي هيرفي رينارد بالظبط. دي حاجه صعبه ان انا اقولها لك، بس قلتها لك في اخر الفيديو علشان خاطر ما تكونش وصلت معايا هنا. اما لو انت وصلت معايا هنا فانت راجل محترم ومش هتخسر حاجه لو عملت لايك او سبسكرايب، ومبروك ليك على المكسب النهارده ضد بوركينا فاسو. مش مهم الاداء، امشي معانا زي ما هو سمعني، مش مهم الاداء المهم النتيجه صح؟
مبسوط تمام يا استاذ عامر، لايك معلش.